لبطولة أوروبا لكرة السلة، أوروبا باسكت طبعا، اللي بتستضيفها كل من ألمانيا وجورجيا وإيطاليا والتشيك، واللي حدثت فيها ظاهرة غريبة وطريفة جدا خلال مباراة دور ال 16 بتكرار نتيجة الفوز 94-86 في ثلاث مباريات متتالية في يوم واحد. يعني تخيل ثلاث مباريات خلصوا بنفس النتيجة وهي 84-96، حاجة ظاهرة غريبة جدا فعلا. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة كده، ثلاث مباريات انتهوا بنفس النتيجة، يعني الناس كلها كانت مستغربة جدا ازاي المباريات بتخلص بنفس النتيجة. يعني طبعا حتى المباراة اللي خلصت بنتيجة مختلفة كانت زيادة، بس بدل 86 88 لكن 94 برضه، فهو اليوم ده كان ثابت على 94، الفايز 94 والخسران 86 في ثلاث مباريات، واحد بس 88. طبعا ظاهرة غريبة جدا بالتأكيد وطريفة اكيد. المنتخب بس انت لو خدت بالك في الموضوع ده، انا بيتهيألي يعني ان من وجهة نظري ان الناس دي قريبين قوي في المستوى من بعض كله، يعني على المستوى البدني وعلى المستوى الفني الناس دي في مستوى قريب كلهم من بعض، كل الفرق دي قريبة من بعض، فانا ده تصوري او دي وجهة نظري يعني، فعشان كده النتائج كلها شبه بعضها، او يعني الناس قريبين قوي بدنيا وفنيا من بعض، فعشان كده النتيجة بتخلص بنفس الاداء. المنتخب الايطالي حقق الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 94-86، في المباراة اللي بعدها فاز منتخب فنلندا على كرواتيا بنفس النتيجة، تكررت النتيجة كمان بفوز منتخب بولندا على أوكرانيا. منافسات دور ربع النهائي هتبدأ بكرة بلقاء طبعا إسبانيا مع فنلندا، وبعده لقاء المنتخبين الألماني مع اليوناني، وهتستكمل المباريات يوم الأربعاء بلقاء المنتخبين الفرنسي والإيطالي، وآخر المواجهات هتكون بين منتخب سلوفينيا حامل اللقب ضد بولندا. طبعا زي ما بقول لحضراتكم، تحس ان الموضوع متصنف لجزئين، الناس اللي بتكسب هم على مستوى واحد كتصنيف اول وقريبين قوي من بعض في المستوى فنيا وبدنيا، والناس برضو اللي خسرت قريبين بعض كتصنيف تاني، مثلا هنقول ان هم التصنيف التاني قريبين بعض من بعض برضو في المستوى البدني والفني.